خالتي هيك بسم الله. شحال حارة وشتي ليها شوية عشان تقورك حجة. أي بنيتي شحال ديال الصداع عندكم في هاد المدينة؟ كي تديرو تترقدو؟ أنا عاد الله الفجر عاد غمضت بواحد الغميضة، صبح راسي مشقوق عليا. والله إلا خالتي تانا كنت في حالك في الأول، بصح الحمد لله دابا بديت كنولف. دابا تشوفي مع هاد الكينة هادي غتولي بخير. أنا ما يهمد عليا راسي تنشوفك انتي وولدي هانيين في هاد الدار. حيا انا خالتي ما نقولش لك كيدخل عندي داك النهار للدار كيغوت ومكشكش وما عاجبو حال، قال لك هذا مات هذا شنو كيديروا التصاور ديالي ديال الخدمه عندك في التليفون. ولكن كلشي من راس الحربه ديال ليلى، الحرام بغات تفرتك ليا الشمل. النهار الاول قلت لك هذيك ليلى ما حملتها ما قبلتها، وقلت لك ردي منها بالك، وانتوما يجي اليوم ما تسمعوا ما تسعفوا تكثر فيكم. والله خالتي تحرت ما بقيت عارفه ما ندير مع سفيان، جربت معاه كل شيء. خصنا نشوف واش نديرو. ولدي ولدي شي وليد ولا بنيه ولا ولدي ومجوز. صابا خالتي والله ما كرهت، ولكن واش باقي دابا شي راجل كيشدوه الولاد؟ حتى انت هذاك شاف زمانكم. اسمعي لي يا بنيتي، مرت فلان ماشي هي موت ولادو تقيلو ورزينا موت ولادو. انا خالتي ما يهنا ليا البال حتى تجوج هذيك نهاد وتسد على باب دارها وتلقى الراجل اللي يسترها وتعطيني انا بالتساع وتبعد على سفيان، بغيت لها غبار ان شاء الله.